راديو نيل. انا عايزه اقول لكم ان حكايه عيد الام ما خلصتش على كده وبس، لا، الاستاذ مصطفى امين استمر في دعوته للاحتفال بعيد الام، وراح وقتها لكمال الدين حسين اللي كان وزير التعليم وعرض عليه الفكره، وتشجع جدا 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 للموضوع لان هو كان بيحب مامته قوي. وبعدين راح اتكلم مع رئيس الجمهوريه، وقتها كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقدر يقنعه بده، وفعلا اقتنع الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله بالفكرة دي، وبدأ الاحتفال بعيد الأم يوم 21 مارس عام 1956. ابتدى الاحتفال بعيد الأم من وقتها كل سنة لمدة 9 سنين. بعد 9 سنين من سنة 56 قرروا ان هما يغيروا عيد الأم عشان الناس اللي هي مثلا كانت متضايقه قوي انه فقد والدته مثلا، او الناس اللي ما عندهمش اطفال وما الى ذلك، فقرروا ان هم يخلوا عيد الام باسم عيد الاسره. وقتها بقى حصل موقف غريب جدا، الامهات ابتدت تتضايق قوي وقالوا ان هم مش متقبلين الاسم الجديد، وازاي يتم تغيير عيد الام لعيد الاسره، وبعتوا برقيات للرئيس الراحل جمال عبد الناصر يطلبوا منه ان هم يعني مش حابين فكره تغيير الاسم. وفعلا بعد عدد من البرقيات اللي بعتوها الامهات استجاب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لطلبهم، ورجع تاني الاحتفال يوم 21 مارس عيد الام مش عيد الاسره. ودي كانت الحكاية اللي استمر من بعدها الاسم 21 مارس هو عيد الأم بعد ما تم تعديله لعيد الأسرة ورجع تاني. وبعد كده ناس طلبت تاني على فكرة انه يرجع اسمه عيد الأسرة، لكن هو الحقيقة انه ما تمش تغييره تاني من بعدها أبدا، وفضل هو عيد الأم 21 مارس. في بيتها مع أسماء مصطفى الاثنين والأربع من 12 لـ1 الظهر على نغم FM. في بيتها.